ارحمني ارحمك، ما ترحمني رب الكعبة اللي ما ارحمك، ضيحنا مع بعض، اقسم بالله عادي ما ينزل مطلع، ترى ممكن ما ينزل مطلع يا جماعة الخير. بدر تكفى، يرحم امه. تقول الموقف وتوضح. ليش تسألني بس فلوس؟ يا عيال لا تسألني بس فلوس أنا. هذا السؤال. طيب. طيب السلام عليكم، أول شيء ارتاح وتطمن، المقطع هذا ترى ما صورته بعد المقطع ما نزل، أنا مصوره قبل أصور، يعني ممكن تشوفني نهاية الحلقة بدون مكي بدون يا ربي بدون يعني أنا بكرة بصور فاهم؟ طيب أحمد أخص وش تبغى؟ اسمع مني الكلمتين هذه، ما بطوع عليكم، جاني اتصل قبل كم ساعة يقول لي السلام عليكم أحمد سمع إنك بتشيل شنبك فمضبطينك بمكاين أحلاقه من نون إعلان نون دقيقة بس حالياً يا جماعة إحنا بشهر نوفمبر وشهر نوفمبر عند نون غير تخفيضات توصل إلى 80% بمناسبة كأس العالم زي ما هو ظهر أمامكم 80% تخفيضات على كل الأجسام يعني مثلا هنا شاشة ب 900 صارت ب 300 وغير التخفيض اللي تقدر تستخدمه إذا حطيت الكود SXBU1 أو SXXB1 تذكر في الأخير في رقم واحد وبتاريخ 11/11 بتكون في خصومات غير عن المعتاد مرة في أشياء سواء تخص كأس العالم وغير عليها تخفيضات الآن مرة عالية خذ لك نظرة بحط لكم الرابط تحت ولا تنسى SXXB1 تطبيق مبروك فوق الخصم خصم او SXBU1 وتطبيق وفوق الخصم خصم رابطهم تحت يا جماعه الخير اتسلم لايك واشتراك في هذا ممتع للمقطع اللي الله يستر انا بكون فيه فرحان وزعلان في النهايه سلام عليكم. وفي شيء لازم نتفق عليه ويدرون الناس ان انا وانت زلينا والله نفهم. أنا تحمست ممكن يا جماعة وعرفت أني ما أقدر أرجع ورا أن كل مقطع قاعد ينزل عند هذا وعندي ناس قاعد تتكلم عن نفس الموضوع اللي أنا زليت فيه فاليوم واحدة من ثنتين الله العلي العظيم أن في هذا التحدي يا أما أني بشيل كابك يا أما أني بشيل لكن لازم تعرف يا رأي أني لو شلت شنبي تخلي الناس أسبوعين ما تشوفني كاملة يمكن تشوفني كمامة بس مستحيل أظهر بختي ولكن أنا بحقق حلم ناس ممتاز في حال نشيت الكاب ومن هالوراي تدخل المليون خلاص بديت إن شاء الله شوف أنت جبتني يوي أنت دخلت الجمهور بالموضوع الوضع انا وياك ما عمر اصلا وصلنا الجمهور هم يبون يا عيال انا ما سلمت عليكم يا جماعه لازم تعرفون انا ما سلمت عليكم لان الان انا ورايد اخر اسبوعين كله هواش ايش يكون التحدي لذلك قررنا الاتي ورد والله انا خايف والله احمد انا ترى قاعد اسوي نفسي ترى رايد عادي سبع سنوات احمد لازم تعرف شيء واحد اني اذا شلت شنبك بموس بعد اسبوع بترجع طبيعي انا رايد وشو كابا سبع سنوات هل في هل عورتك فوق هنا سبع سنوات ما شلتها ما شلتها مشكله ليش سبع سنوات ما شلتها عادي سبع سنوات ما ادري عنا لا تستهين سبع سنوات احمد عمر ترى عمر طفل تو طلع من الدنيا الحين ثالث داعي وانا ما شلت كاب تخيل والله انه مو بسيط والله هذا ايه 12 سنه ما والله ما تحرك والله من اول متوسط مو هذا موجود تبيني احلقه والله في عمري ما حلقته في عمري كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بعد يا أخوة الكرام اليوم عندنا تحدي يا أما أنا بشيل الكاب يا أما أني بهلك شنبي واحد خلصنا منه سالفة التحدي بدأت في مقطع رايد ما يحتاج أدخل تفاصيله ولكن نزل التحدي الآن لازم تعرفون يا جماعة الخير أنا خايف من أكبر شيء أني أدخل الستة مليون وأنا بدون شنب فما في ردة فعل فأنا بطلب منكم طلب وأنتوا هدوا إذا شفتوا الوضع إنه بدأ يصير سرعة إذا قربنا من الستة مليون هدوا الاشتراكات شوي ما نبغى ندخلها بدون شنب أما إذا فزنا تكفى الاشتراك والله إنه بيفرق معي هذا وقتها أبغاه جنبي هذا بدون كاب السلام عليكم الاشتراك نسمي بالله ابو نوح تفضل بسم الله الرحمن الرحيم مقدم التحدي وبيشرح لكم الان اهلا وسهلا السلام عليكم استاذ احمد السلام عليكم استاذ رايف كيف حالكم كل بساطه والله ما راح اخسر كل بساطه هي ما راح اخسر بسالك سؤال اذا جاوبته تاخذ نقطه معروف اذا ما جاوبته ما تاخذ ولا نقطه تجيني النقطه هذه الجوله الاولى لا ما تجيك اذا ما جاوبته خلاص ما تجيك يسالك سؤال ويسالني سؤال ممتاز حلو الجوله الثانيه حق لكل واحد منكم يسأل السؤال الشخص الثاني ثم بعدها نفس الجولة الثالثة أنا بسألكم الرابعة تنعاد طيب معناته إذا بجيب نقطة هنا لازم أجاوب على السؤال اللي يجيني سؤال مهما كان لازم تجاوب إذا أنت ما جبت طيب أنا بقول لك أنا مجهز أسئلة وأنا مجهز سؤال بس إني أخاف إنك تقول تكنسل السؤال إذا كنسلت السؤال ما شيل لا ما زي ما قلنا ما في كت
المقطع بدون كت يا جماعة لأي سؤال. إذا قلت كت معناته النقطة راحت منك. تحجب صوت النقطة راحت منك. خلاص؟ عشان ما في لا رايد اللعبة الآن صدق. بس عشان توضيح أنا مسوي مسارين للأسف. بيس مسوي مسارين. كل شخص يقدر يختار المسار حق الأسئلة حقته. عشان ما يكون في تحيز ولا أن فلان مساعد فلان. يا جماعة بس عشان أكون واضح والله العظيم ما أعطيت خبر لا رايد ولا أحمد عن الأسئلة المكتوبة. ممتاز. تم. في مسارين ألف وباء. إيه. أختار أنت يا مسار ألف. أو مسار بقى. ألف عند أسئلة وبقى عند أسئلة. ممتاز. طيب كلهم نفس القوة؟ كلهم أسئلة مختلفة. بقوة كذا. أوكي. اختار أنت. أوف. شوف. ألف. أخلص. تبقى بسرعة. فهو أول باء. تحليلة حلو. أيه. بس أنا بثق أنك قلت أنها عادلة. ألف. ألف. ما لي دخل. بسم الله. يلا عند من طيف البداية؟ عندك أنت؟ لا مو بعندي. رايد لا هذه ما فيها. ألف لا والله معليش رايد معليش. ألف. لا والله معليش. والله عندك. هي. لا والله بدر تحكم فيها. أحمد. أقسم بالله تحكم فيها. من ألف؟ حجر رقم من ألف؟ يا أخي ما له دخل. والله ما في حجر رقم نقص. هو اللي قال ألف. هو قال ألف لا ما نبدا كذا ما حد بيجاوب على ذي الاشياء ممنوع لا هذا ممنوع يا عيال لا تاخذ نقطه ما حد بيوري اثبات طيب بوري اثبات بس بدون الهويه الوطنيه تبغى توريه طالع كذا الناس يشوفون هذا اوه لا والله معليش ذا يا عيال مو منطقي احمد بدك اثبات لا خلاص انت مجهز اسالك بالله انت معاه انت تدري انه بيسالني ذا اقسم بالله وتالله اني ما ادري من السؤال هذا بيسالك اياه ورب الكعبه بس اني مطلع هذه لا يعني والله ما راح اوريك صراحه لا بسم الله الرحمن خلينا نشوف سؤالك يعني ما قد نقطه لا رايد اغلى اعلان سويته كم فلوسه احمد المشكله مو هنا المشكله انه احمد يعرف كل شيء يعرف يلا قول 50,000 ريال أغلى إعلان سويته 50,000 ريال هذا كذاب كذاب ورب العزة كذاب جاوب صدق يا أغلى جاوب المبلغ كامل أيوه تعرف مبلغ كامل إيه جاوب مبلغ كامل يا الكذاب أقسم بالله أنه كذاب وإذا بيبدأ كذب ورب المصحف لخرب أم المقطع لا لا, لا 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 أحلف بالله أحلف بالله أنك بنت قاصد تو عشان أنا قوة الله أني يلا جاوب لي خبري خبرك يلا جاوبه 100,000 ريال 100,000 ريال إيه هذا أكثر مبلغ ما شاء الله تبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إيه الآن نقطة عندك نقطة رايد صفر أحمد الحين نسأل صح أنا أسأل طيب الجولة الحين كل شخص يسأل الثاني أحمد عندك سؤال الرايد أسأل رايد أي سؤال تبغى تعرف أنا مجهز واحد والله يعني مفروض إنك رايد طلع رقم جوالك للناس لا 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 خلاص لا رقم ثاني يا أحمد طلع رقم ثاني ايه جاني زعاج أبغى أحط ذاك الثاني في عندي لا بطالب ما بمسح جوال حط رقم خلي متابعك متابعيني طيب طيب تذكر لك بتغير رقم جوال وكل المعلومات اللي عندك اللي في جوالك والناس مسدلين بتضطر تنقلهم مرة ثانية في جوال جديد وكل شيء عندك في رقمك قديم تنقله مرة ثانية فطلع رقم جوالك او اتركوا جار الله سبحانه وتعالى خلنا نتعادل عشان يصير حماس شوي رايد خلنا نتعادل يا الله يا الله اعجل صوت يا شباب تحمل الزهر يجي 054 دقيقة دقيقة والله لا قوله عيال والله لا قوله والله بي نقطة والله ما ياخذ نقطة دقيقة رايد دقيقة رايد دقيقة يلا 054 لحظة 054 لا 053 لا 4 شلون 053 قدامي 053 ايوه الثانية بدر الثانية 053 5-8-3 2-2-2 دقوا عليه بعد المقطع ثاني نقطة طيبة أعلى مبلغ طلعته من كود S6B
أما الجمهور الآن ودي أعرف أنا صراحة، أنا ما أعرف. ترحمني يرحمك، ما ترحمني ورب الكعبة إني ما أرحمك، فضيحنا مع بعض. أقسم بالله عادي ما ينزل مقطع، ترى ممكن ما ينزل مقطع يا جماعة الخير، عادي جدا. تبيها كذا؟ يلا تبغى توصل أعلى سعر من SXB كم؟ كم؟ ولا تخلص ولا احنا وقف اخلص. طيب اعطيك اعلى واقل. اعلى شلون؟ اعلى شيء طلعته من SXB كم؟ بس اختصر لي يا احمد، انت تسولف ايدي. اي اي انصر. كم كم؟ طيب قل كم 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 كم؟ 2-0 الحين 2-0 له. طيب سؤال، اقدر اقلب النتيجه لو اني سحبت؟ في عندكم سبع فقرات. ما اقدر اقوله والله. ما تقدر؟ لا والله. يس! والله ممنوع. يس! لو اقوله والله ممنوع. يس! والله رب البيت باذن الله باذن الله. يا ناس اللي قاعد يسنيها والله معليش. ما لي دخل. ممنوع اقول. طيب لا لا معليش، يجيني اول شيء رقم الهوية، لا بتكلم، خلينا نتكلم شوي. يجيني اقول شيء رقم الهوية، لو اقول رقم هذا مخالف تطلع بياناتي انا للناس، ما ادري بكره واحد ايش يسوي فيني. رقم جوالي قاعد يمنع. جوالك يتغير معليش، انا اعطيك يعني تبغاني اوصل لمرحلة هذه رايد ما عندي مشكلة خلاص. بس اقسم بالله اوصل لمرحلة هذه. السؤال عندك الحين احمد. بدر تكفى يرحم امك. احمد احتاج منك تفتح قناتك وتورينا ارباحك الحاليه. يا عيال ليه كله فلوس؟ ممنوع والله ما اقدر اطلع. معليش احمد، سالت عن الاعلان جاوب، سالتك الحين عن ارباح بطلع. بطلع اي اقسم بالله ما عاد ياخذ نقاط زياده، والله لا اطلع، بطلع ارباح والله لا اطلع والله، وبحط صوره اقسم بالله يا رايد اني لا والله لو بعدها انا وياك بتوقف. اول شيء انا بشوف الصوره يمكن ارسل يوتيوب. وش سالك سؤال هو؟ كل مقاطع كوبي رايت، افتح قناتك وورينا ارباحك الحاليه. الحالية بدر ام القهر نقطة. طيب بقول بقول مبلغ. بقول مبلغ. طيب ارباح احمد اخر 28 يوم من قناته في اليوتيوب من تصويرنا للمقطع 13,000 دولار. ممتاز، قولوا ما شاء الله يا جماعة والله يرزقك ان شاء الله. طيب احنا سألنا سؤال احمد عن الاثبات، نفس السؤال ولكن عن الجوال. ينصر دين امك. الان عدل، الان عدل، يلا طلع طلع جوالك. اقسم بالله يلا جاوب. يلا عطني. ايوه غلط. غلط. ممتاز. 2-1 2-1 الان فقط الاسئله صح؟ فقط الاسئله. احمد دوك تسال. ورب العزه ما ارحمك يا رايد. ما رحمتني؟ انا ما رحمتك. إيه؟ الحين تبدا عندك ترحمني برحمك. طيب ما راح ترحمني ورب البيت ما ارحمك. الله هذا بيت توتر مره. ليش رايد طالع فيني؟ اقسم بالله ما ارحمك رايد. طيب في تطبيق على الجوال حملته. تطبيق يعني مو هو عيب ولا 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 هو في ذنب. تمام في ذنب؟ ما في ذنب. لا والله ما في ذنب. اي ما في ذنب. قول لهم اسم التطبيق ايش. والله يا رايد ردوك والله عندك انت كتاب اقراك انا. جاوب وتعرف اذا جاوبت ايش بيصير بعدين. جاوب. لا 2-2 2-1 2 اي 2-1 2-1 رايد اسال. بجاوب بتحاول بجاوب. طيب احمد انه اخذ منك مبلغ ضخم، قلت ببثك او مقطع يوتيوب لكن ما علمته كم المبلغ، الان تقول لهم كم المبلغ؟ ما فهمت مبلغ وش ضخم. المبلغ اللي انه اخذ منك اللي انسحب من شونغ اكس بونغ ولا رجع له ولا ريال كم؟ السرقه. اي السرقه كم سرقت؟ اخاف تدخل في قضايا ذي. ما لي دخل. اجل خلاص صار. لا لا لحظه بس خليني افكر. انت ابغى تعرف المبلغ بس ابي اعرف المبلغ كم بس. ان شاء الله انه يعني بيرجع شغال الموضوع. انا ان شاء الله شونغ اكس بونغ انسرق مبلغ كم المبلغ؟ تعطيني بضيفي. اي 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 تطالع فيني. 730,000. اي ما شاء الله انسرق فيه. انسرق فيه وين ما شاء الله. ما شاء الله ذاك اليوم قايل لي والله مستحيل. قلت سعر مستحيل. ليه قلته؟
لنا بيرجع ولأن بإذن إن شاء الله إن شاء الله يعني أنت ناوي أركاب يعني ممتاز بس وقت طالع فيني رايد أقسم بالله لو بتقول لي إني لسويها بس ما أنت بفايز طيب أوكي اثنين اثنين هذه يا جماعة بتكون الجولة الأخيرة وبعدها بيسألون 1v1 أسئلة ثم ننتهي واضح كم نتيجة واضح اثنين اثنين تعادل الحين الفقرة هذه بنبدل الوضع غير كذا ما راح أسأل بالمسارات راح أسأل أسئلة أنا يا بدر أعرفكم أعترض أنا أعترض أنا أعترض والله عيال معليش شو بتسوي أنا أسأل أسئلة أنا يا بدر إيش يضمني إنها نفس قوة سؤالي لا لا أسئلة كلها قوية كلها قوية لا ما 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 كلها قوية عندي شرط وش تقولها للعيال والعيال هم يحددون الثنتين قوية أو لا أحمد لا معليش بس أنا اللي ماسك الحين التقديم فأنا محدد القوة محدد القوة كلها ثنتين قوية لا والله أنا ما بلعب على على شنبي كذا أنا أبي قوة أنا ما راح ألعب على هذه بس إني أنا حكم هو موافق لا 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 والله معليش كيرفول بالله يسمع السنة منه ما بيشرف هذا انا ابي اعرفه هذا انا ابي اعرفه ايوه امانه فيه في القويه ولا لا اي والله عنده عندي اي والله انا بقى عشان ابغى طيب اول شيء بنبدل ببدا برايد رايد تكفى بسم الله ابغى مكان سكنك الفعلي مو بالفلت بور الفعلي الوصف حقه وين موقعه بالضبط يعني وصف بيتنا بالضبط ايه حارتنا ايه حارتكم بالضبط الحي يا عيال رقم جوالي والحين بيتنا اقلطهم قلطوا عالم بيتنا شمري انت قلط ايه شمري شمري طيب يا جاوب يا اترك تبي تقول قل استغفر الله العظيم استغفر الله ايه معليش بتكلم وقف شوي ايش السؤال صح اقسم بالله مره سهل والله سهل أوصف بيتنا؟ يلا لا تجاوب أجل أي ما نمجاوب والله؟ يلا وصف بيتك عاد ينتقل السؤال؟ لا ما راح ينتقل لك صحيح وصف بيتك السؤال مختلف يبين أعلم بيتنا حي الكذا شارع الكذا يجيك أزاء وش يعني بيدق الباب عليك هو؟ أنت بيني أصر شارع ولا أعلم بيتك؟ شارع والحي بالضبط وين بيتكم فيه؟ لا مستحيل طيب ما راح يقول أحمد صار عندي اثنين اثنين ها؟ إيه عطني السؤال أحمد صار الحين إذا جاوبت أفوز؟ لا باقي النهائي باقي الجولة الأخيرة عطني أحمد أنت قبل فترة كنت تبث في نونو لاي صح ولا لا؟ كان طيب. يجيك راتب شهري منهم إيه؟ كم المبلغ؟ ليش يسألني بس فلوس؟ يعني لا تسألني بس فلوس أنا هذا السؤال موجود طيب أبتكلم وبقول عادي أقول المبلغ مبلغ عادي أقوله بس أقسم بالله يا بدر أقسم بالله وأنا أحلف بالله إنه ممنوع علي في العقد إني أذكر المبلغ خلاص فإن ذكرته لا لا دقيقة بس دقيقة 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 رايد كأني أقول لك كأني أقول لك طلع لي شفت حق الهوية وهو ممنوع نفس الحكاية إذا جاني سؤال ممنوع كأنك تجبرني إني أنا ما أجاوب تبغى تجاوب عطني سؤال أوكي ممكن يضرني بس إنه ما توصل زي حقة الجوال يعني ما منطقية ترى كانت حقة الجوال حقة البيت كيف منطقية أحمد البيت وإذا جاوبته يعني إيش بيصير كيف مش بيصير أعلم الناس بيتي وينه بالضبط لا مصيبة أحمد ما أقدر أقول أنا ما أقدر شيء خاص فيني ما أقدر أذكر أرقام شيء رجع لك أحمد الله شي رجع يا عيال بس اللي بوصل ان الاسئله اللي قاعده تجيني اسئله ممنوع اني انا اقولها احمد يعني حق بس اليوتيوب تدري انه مخالف سؤال اليوتيوب تدري انه مخالف اني اطلع احصائيات يقول لك فوق اعلى اعلى واقل لا يقول لك الرقم بالضبط اعلى اقل اعلى من كذا اقل من كذا ولا تقول الرقم بالضبط يا رجال راتبك الشهري ها اللي كل شهر تاخذه ما اقدر اقوله والله والله يعني بدون نقطه عاد ياخذ اتصال لا 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 ما حد من حقه لا ما ياخذ اتصال من حقه لا من حقك لا ما ياخذ لا احمد معليش لو سمحت ابسال بس والله والله بس ما اقدر هذه احنا كذا انا جاي جالسين ماني ما تبت انا يعني بتجي جوله اخيره صح بتجي جوله يعني حتى لو جاوبت ما راح افوز ايه بتبقى جوله لا اخر واحد يس 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 انا اي اقسم بالله ما تفوز رد والله الجوله الاخيره لو سجل لا الجوله الاخيره رايد انت بتساله أحمد أنت بس أزحبوني أبغى أجلس أنا بتس عطني سؤالك طيب أحمد جاهز طيب اسمع خلينا نتفق اتفاق آخر سؤال أيوه نتفق اتفاق ما راح أرحب نتفق اتفاق السؤال اللي تسألني إياه والسؤال اللي أنا أسألك إياه والله أتكلم صادق إجاباتها ما تكون ممنوعة يعني فيها مخالفات نظامية تم والله والله ما ضرك أنت يا عيال شاهدين تم
اذا الاجابه فيها فيها مخالفه قانونيه ما ما نجاوب. يلا رايد توكل الله. طيب احمد، في شيء انت مخبيه عن الجمهور؟ بيكمل سنه معاك الان سياره احمد الجديده، مو جديده صار لها 8 شهور صراحه، لكن ما علم الجمهور ابدا. فيك تعلم السياره وش وش نوع السياره؟ طيب اقول لك شيء، والله اني كنت متوقع في الحلقه اني بانسال السؤال اللي يتعلق بالسياره، بقول ورب المصحف لاقول نعم، مع ان الشيء هذا انا كنت مانع الجميع منه، حتى انا الفتره الاخيره بديت خلاص بغيت افقد الامل، فدام جت منك وفي التحدي ذا والله انه يسوى. بس انا بوضح ليش انا ما قلت الشيء هذا، مو لاني يا جماعه ما ابغاكم تشاركوني الفرحه ولا اني ابغى افرح معاكم، وبالعكس يعني انا ودي اني اشارككم هذا الشيء، وبرضه في ايه تقول على المشترى جيم واما بنعمه ربك فحدث، يعني هذا شيء ربي انعم علي فيه. بس كان مقصدي الوحيد يا جماعه انه احتاج شويه خصوصيه بعيدا عن السوشيال ميديا، فاذا رحت مكان او جيت مكان السياره اللي عندي سياره تنعرف ما اخفي، وبقول اسمها ونوعها وبقول نوعها منصور جي كلاس عادي. طيب يا الحين تسألني سؤال وانا ما جاوبت يفوزوا صح؟ ايه لا يا عيال تكفى. طيب الله رايد، ان جاوبت على هذا السؤال ما راح يلحقك اي شيء، ولكن انت حر فيه. انا الصدق بساله، خطط له يعني السؤال من اول؟ لا كنت حاطه سبير حق اشوف مقدارك في الصعوبة. ايه ركز، شوف وجهي حاطينك بعيني بجاوب مهما بجاوب. طيب طالع فيني بيتغير وجهك الحين زي ما تغير قبل كم يوم. سؤال بحجلي بحجلي وشوف. طيب راي خصوصيات؟ لا مو خصوصيات، لا 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 مو خصوصيات يا ولد، احسب يديني نجيب لي التار. بس بقولها عاد انت بقولها بطريقه مو يعني رايد، قبل فتره قريبه انت جبت العيد بشيء، تكلم وضح. غير احمد، لا 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 غير السؤال، مالك داعي، مالك داعي يا احمد. ليش مالك داعي؟ لا ما اقدر، مستحيل. شو اقول؟ انت تظن انا كنت مشرف عليه. ما يصلح مشرف مشرف عادي يعني وضح، بس اذكر الموقف بالضبط. ما توقعت أصلاً، ما توقعت السؤال هذا. ما ينسى رايد، موضوع تحدي. أنا قاعد ألعب على شنبي وأنت تلعب على كابك. إحنا اتفقنا أن التحدي اللي صار بيننا خلاص وضع جدي، فلازم كل واحد يدخل أول إن. أنا دخلت ببطاقتي، بتقول ولا ما بتقول رايد؟ بس بعدها راح تحتاج وقت، والله تحتاج وقت. ما اتفقنا في وقت لو سمحت، ما اتفقنا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. تقول الموقف، بقول الموقف وتوضح. والله ما تشيك تقول له، والله ما تسمع، الصدق ترى ما تسمع كاب. بقول لك شيء، قارن الضرر الموقف ولا يشوف الناس كيف. طيب انت هذا الموضوع تافه ترى اللي صاير ولا يستاهل، فانا اقول انك ما تفتح الموضوع نصيحه وزياده وتفك المجرس. ولكن كلنا نعرف ان هذا المقطع مقطع صمل من جهتي ومن جهتي، فانا صملت وانت تصمل، عاد هذا شيء ثاني. طيب اعرف انك اذا قلت لا، اعرف انك اذا قلت لا انتهى المقطع. انا فايز. نايس رايد، هي توتر رايد، تكفى اعصابي مشدوده. شيل أمه بطقاك خلاص رايد، والله هي والله خلاص خلنا نهيهم بالمحتوى، ترى طلع محتوى حلو. طيب اسمع، والله تكلم صادق، خلنا نفتكر هم علي وعليك المقطع هذا، ورب العزة أنه هم علي وعليك. خلنا نفتكر، لا ندخل بأسئلة ثانية، نفتح أشياء ثانية، كفل على هذه يا رايد. خل تراك بتبسط الناس، اسمعني ترى والله الناس بينبسطون بشافوك بدون كاب، بسطهم رايد.
والله إنه ما يستاهل أن حنا نسولف بأشياء زيادة. خلنا ننهي المقطع لأني تعبت وماخذ تيشيرت عزوز. تك هرحني خلني أشيل خلني أشيل تك اللي ما يستاهل أفعلها. ها راي طولت تشيل كم ما راح أجل الله نصور سنابات الحين والله المقطع ان هذا فكلنا خمني 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 والله تخمني والله والله تخمني والله 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 دمعة والله 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 قسم بالله شيء صعب مره. مريت مواقف كثيره خاصه جئت شهرين وانا قابل جمهور وماسك كابي وصرت 7 سنين ما شلت كابي. 7 سنين احمد ما شلت كابي. واتكلم انا صادق وقلتها لك بدون بث بدون تسويف. شيله الكاب تريحك من الهموم تعرفها انك تمشي وما تاخذ راحتك وانت تمشي. اذا قابلت الجمهور تقابل الجمهور وانت خايف انه يجي واحد يمزح يصور ولا شيء. الشيء والاهم من هذا كله انه ما في شيء ترى ما في ما عندك مشاكل اللهم لك الحمد. عادي ترى مثلا انك تعودت على هذه وتعلقت فيها شلتها هي وطلعتها من اول مقطع اقسم بالله انك تفتح بعدها وبعدها البس الكام متى ما تبي. والله تم شوف احمد تحديتك شرفني يا رايق والله انك شرفني يا رايق ابد شرفني. ايها الاخوه الكرام دقيقه ايها الساده انها لحظه دقيقه انها لحظه انها لحظه لا تتكرر. الرحمن الرحيم. ايها الاخوه الساده الكرام اول شيء بقول صلوا على نبينا محمد واللي ما اشترك اشترك واللي ما سوى لايك يسوي لايك وقناه رايك تحت بالوصف. هذه اللحظه يا ابو شباح والله ما تتكرر وهذه اللحظه حاب اقول فيها لكل شخص تراها ابشر والله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم ابو شباح بدون كاب لاول مره احمد اصبر يا الله يا الله يا الله. انا اسف على الكت يا جماعه اللي صار لكن في شيء صار وبقول لكم مره مهم لا تخافون الكاب بتشوفونه بدون كاب. بس ثواني لازم تعرفون ان الشيء مهما تتخيله بسيط عند رايد اللي بيصير الان معاه اعرف انه مره بيفرق معاه واحنا اصلا من زمان نبغى يشيله عشان خلاص ياخذ راحته بالتصوير وبالطلعه وبالروحه والجيه. ولكن ممكن كلامك يفرق مع الشخص مهما كان مزح وجد فبطلب منكم طلب وانا اصرت على رايد اني اسوي هذا الشيء. طلبت من رايد ان الجزء اللي يكون فيه كاشف راسه لان شيء هو تعب عليه ما يكون عندي انا يكون عنده هو. فاتمنى يا جماعه الخير اذا رحتوا تشوفون المقطع عند المقطع بينزله الساعه 6 بالضبط يعني بعد المقطع هذا باربع ساعات بيكون المقطع جاهز بقناه الساعه 6 بالضبط اليوم اللي هو الاربعاء. بحط لكم رابط قناته تحت. ابي منكم طلب يا جماعه ابيكم تكفون بالكم أعيد وأحرص على هذه النقطة الكلام الطيب والشيء اللي يفتح النفس. أدري إني ما أحد أوصيكم ومستحيل تقصرون. تأكد إنك مجهز نفسك الساعة 6 بقناته. لا تحرمونا من دعمكم يا جماعة ما بقى لشيء برضو على مليون خلنا نفرحه. أتمنى إن المقطع استمتعتوا فيه وأعتذر على القطعة لكن والله إني خفت إنه يصير حاجة تأثر بشكل سلبي على الفكرة اللي إحنا كنا بنطلعها بشكل أفضل ممكن مما صار لأن اشتدت شوية الأوضاع وصار الوضع مرة يعني خارج السيطرة. وأتوقع إن شفتوا أصلا المقطع كيف كانت المجريات. عموما أعتذر منك اللي بخليك تنتظر 4 ساعات ولكن سويت هذا الشيء لأني والله العظيم إني أبغى يستفي. صلوا على محمد بالختام يا إخوان لا تنسونا من لايك والاشتراك رابط قناة رايد تحت شوفوا المقطع الساعة 6 بقناته. ودعتكم الله واستروا على مواجهتهم. السلام عليكم.